قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. قبل مشاهدة هذا الفيديو خوتي كالعادة وصلوا 4000-5000 لايك، زكارة في الحاقدين على كل ما هو جزائري، وخليونا أراءكم في التعليقات. نخليكم على الفيديو خوتي. دعوني أتحدث عن الحدثين المهمين بالجزائر. الأول يتعلق بإلغاء اتفاقية الصداقة مع إسبانيا، والثاني يتصل باستقبال رئيس وزراء فنزويلا. والقاسم المشترك بين الحدثين أنهما يؤكدان وبشكل بليغ أن الجزائر قوة إقليمية، وأنها تخطط الآخرين وبدأت رسميا في خطوات تدشين القطب الجديد. ولقد تحدثت عن هذا الأمر أنا طبعا مرارا. المهم صحيفة الاندبندنت بالمناسبة أكدت هذا الأمر، وهي تقول بأن الجزائر تلعب دورا إقليميا وأنها تعمل مع حلفائها على قدم وساق لتدشين القطب الجديد. هذا لم يعد رأيه، تؤكده صحف معروفة. ستقول لي يا حفكوف، أنت يا حفكوف منحاز للجزائر، وأنا لم أخفي هذا الانحياز من الأحوال، وسأرد عليك قائلا وأين المشكلة يا أخي في ذلك؟ إنه لشرف عظيم أن ينحاز المرء للأحرار الشرفاء، ومتى كان الانحياز للحق مشكلة؟ ولكنني أتفهم مشكلة البعض، حتى أبرع المحللين يقعون في فخ العادة الممجوجة ويعيدون تكرار التراث التبعي الذي لا يجرؤ على رؤية العالم خارج الأروقة النفقية، أروقة النظام العتيق الذي تقوده أمريكا. بعضهم يؤمنون بالقطب الجديد كفكرة نظرية مجردة، ولكن تعوزهم الجرأة وكذلك الإيمان، ولا يتخيلون أن تقوم الجزائر بدور كبير في تجسيد القطب الجديد، رغم كل يعني الأدلة يعني تؤكد ذلك. ثمت مؤشرات تؤكد بأن الجزائر جادة في اهتبال استغلال هذه الفرصة، وأنا تحدثت في الماضي عن الزيارات الروسية الأمريكية والإيطالية والعلاقات مع الصين وألمانيا. كل النشاط الجزائري في خلال الشهور الماضية يؤكد بأنها تدبر لأمر خطير. وزيارة رئيس فنزويلا التي تأتي في سلسلة زيارات يقوم بها في الإقليم واضحة جدا، غرضها هو التحالف لتشكيل قطب جديد. وعلى أي حال رئيس الجزائر دعي لعدد من البلدان، وكل ذلك يأتي ويؤكد نفس السياق. أنا شخصيا بالمناسبة مؤمن بدور الجزائر، والله أنا لا أدعي هذا الإيمان، أنا بالفعل أؤمن وأرى الشواهد، أرى أن لدي الجزائر كل المكونات أو المقومات لأن تصبح دولة إقليمية لها حضور قوي ومؤثر. يعني الجزائر ليست انهزامية، إن الروح الانهزامية بالمناسبة هي مشكلة خطيرة جدا. العالم تغير ونحن على عتاب تغيير استراتيجي على يد حال، ومن يريد استغلال هذه الفرصة بإمكانه بالفعل أن يسهم في دفع الأمور باتجاه يعني التغيير الجدي. الروح الانهزامية تمنع ذلك، الروح الانهزامية تستطيب في الظاهر التغيير، ولكنها بالمناسبة تستنكف أن تتولى المسؤولية وتضع الأشياء موضع التنفيذ. ثمت عبيد بهذا العالم، عبيد للنظام القديم، تشربوا ثقافته وابتلعوا طعمه وصدقوا أنهم غير مؤهلين للقيام بأي دور في هذا العالم، إنهم يفتقرون إلى السيادة والإلهام. وعلى النقيض من ذلك الجزائر تستلهم روح الثورة الجزائرية، وهي دولة تقدس السيادة. هل تريدون أدلة على ذلك؟ الأدلة كثير، يعني الأمر لا يحتاج إلى براهين. فهي إذن تملك المؤهلات الأساسية، ولكن لديها أيضا أوراق أخرى، ولقد تحدثت عنها أيضا في حلقات سابقة. ومنعا للإطالة، إن معاقبة إسبانيا عبر إلغاء الصداقة فضلا عن كونها صفعة مؤلمة لإسبانيا، فإنها تعبير بليغ عن السيادة والجرأة، وهي فوق ذلك بالمناسبة. هذا المهم، هذه سياسة رادعة تهدف إلى رسم الخطوط الحمراء، تحذر إسبانيا، تقول لإسبانيا احذري ولا تعبثي بحدودنا،
لا 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 يعني المؤامرات كثيرة. يعني بالله عليكم قبل كل شيء، يعني كم مرة قامت دولة شرقية بأمر كهذا؟ دولة تعاقب وتلاحق الدول الغربية وتوجه لها الصفعات، فعلت هذا بفرنسا أيضا وإسبانيا بلا شك. الآن يعني تندهش كل يوم نصحى من النوم نكتشف أن الجزائر وجهت إليها الصفعة. دولة ترفض التراث الدونية وتقرر ومن منطلق السيادة ومن خانة القوة أنها المعاقب، وتنسف الصورة النمطية عن تبعية البلدان العربية. يجب أن نحتفي بذلك. لقد أريد لنا أن نصدق بأننا مجرد خدم عند النظام القديم وأن ما نقوم به لا مغزى له. ورفضت الجزائر ذلك، وينبغي عوضا عن يعني ينبغي أن نحتفل بذلك يعني وأن نستلهم هذا. وعليه حال بسبب هذه السياسة إن أعداء الجزائر كفر، إنهم يخططون لخنق الجزائر. هذا العالم الذي نعيش فيه، نعرف كيف تتصرف فيه القوى القديمة والذهنية الاستعمارية القديمة. أعداء الجزائر كفر كما قلت. إسرائيل تسعى للنيل من الجزائر، وفرنسا وإسبانيا وأمريكا كلهم يتآمرون ولكل أسبابه. أنا لا أريد أن أتحدث حتى عن الدول العربية، أريد أن أركز على الخارج، وأنتم تعلمون من يتآمر أيضا. ولقد علمنا أن إسبانيا تدبر الآن مؤامرة خبيثة وتعمل ليل نهار لتأليب الدول الغربية ضد الجزائر. هذه مؤامرة خطيرة بالمناسبة. هناك خيوط مقلقة عن محاولات خطيرة لنقل المخاطر للحدود الجزائرية. في تقديري أنهم سيفشلون فشلا ذريعا. ليست كل مرة تسلم الجرة، العالم تغير. الذهنية القديمة مجرد أن تختلف معهم يفكرون بهذه الطريقة. نحن الآن سنخلق الاضطرابات والذي منهم. صدقوني لن ينجح هذا السيناريو مع الجزائر. وعلي حال إذن فإن قرار إلغاء الصداقة مع إسبانيا قبل كل شيء هو ضرورة أمنية ورسالة تحذير مبكرة لإسبانيا. ويجب أن نتضامن وبكل قوة مع الجزائر، فنحن على أعتاب مواجهة سيستخدم فيها الغرب كل أسلحته الشريرة. وبالنسبة للجزائر فإن القطب الجديد ممهورا بالدور الإقليمي ليس مجرد شارة للتباهي، لا، هو في كل أحوال من مصلحتنا أن تصبح الجزائر دولة قوية، قوة إقليمية. وبالنسبة للجزائر فضلا عن خدمة محيطها فهذه بوليس التأمين في وجه المؤامرات الكبرى التي تحاك ضدها والتي انضمت إليها إسبانيا الحاقدة جدا على الجزائر. هذه مجرد عناوين سريعة بالمناسبة، ولكن أعدكم بإعداد حلقة خاصة عن تطورات الوضع في الجزائر خلال اليومين القادمين. وصدقوني سأمنح الجزائر فسحة أكبر في التغطية الإعلامية بشكل عام إن شاء الله. والآن دعوني أختتم بالحلقة بتصريحات بوتين القيصر. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.